السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الجزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا رسميا شادي رياض، يعني مدافع صخر الدفاع المنتخب المغربي، يعني يتنقل رسميا الى كريستال بالاس قادما من ريال بيتيس. شوفوا لاعب مين صاحبي، لاعب متخرج مدرسة تاع البارسا، بارسا متخرج من البارسا، لعب البارسا، راح الريال، شو أندية في نيبو عالي، راح من اسبانيا راح الانجليز نيبو عالي، هاو نيبو عالي هادي يقول لك انا تنقلت، انا راني لعبت نقلت تنقلات كي داير، هاو تجيب لي تنقلات تاع قريب شاو تقول لي راني متنقل انا ولا شو الناس كيتنقل صاحبي، هاو مالكم، هاو كيقولوا بلي المنتخب المغربي يستاهل باش يكون افضل منتخب في افريقيا. هو اللعابة الوزن تاع اللعابة وراه بيلعبو، وهذا الوقت واش عنده 20 عام، الله يبارك ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم يخدموا خويا، وليداتهم هم يخدموا، هذه هي. وين أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي تعاقده رسميا مع النجم المغربي الشاب شادي رياض صاحب 20 سنة قادما من نادي ريال بيتيس الإسباني بعقد يمتد حتى صيف 2029. ليغادر بذلك البطولة الدور الإسباني ويبدأ رحلة احترافية جديدة في البطولة الدور الإنجليزي. ونشر نادي كريستال بالاس يوم الجمعة مقطع فيديو يظهر فيه النجم المغربي شادي رياض جالسا على كرسي الأحمر مع أغنية عربية وبيده قميص النادي، معلن رسميا انتقاله إلى نادي الإنجليزي. والوجهة ونوجه رسالة يعني معلن رسميا انتقاله الى النادي الانجليزي، يعني رساله للجماهير قال فيها شكرا لكم لانكم تظهرون مدى الحب والدعم من الان عبر وسائل التواصل الاجتماعي. انا متحمس جدا لتمثيل كريستال بالاس ومساعده الفريق، انا سعيد بالوصول الى هذا الى هنا، اراكم قريبا. شوف كيفاش بصح لعاب بداو لعاب، وهذا الوقت باش يعني السياس هذا هو بلاد يلعب كريستال بالاس، بارسا ريال بيتيس كريستال بالاس، كريستال بالاس ما يعني وين راه يعني مشروع كبير راه دايره كريستال بالاس، عندنا مشاريع مشروع كبير راه دايره، هذه هي خويا داير مشروع كبير كريستال بالاس. الناس تخدم الله يبارك، راهم يخدموا الله يبارك، راهم يخدموا، عندهم منتخب، عندهم يخدموا الكوب دي موند، هما يخدموا كوب دي موند، انا نقول لكم هما يخدموا كوب دي موند، المغاربه يخدموا كوب دي موند جايه، قال لك لازم ما نحبسوش في بلاصه، هذه هي قال لك ما نحبسوش. قال ما نحبسوش بلاصه اخويا، قالك والله ما نحبسو في بلاصتنا، قالك كوب دي موند الجايه باني نديرو تاريخ، الناس هي تخدم، شو الناس هي ساكته تخدم، الناس كيما خدمو يبغوا بلادهم، الناس يبغوا بلادهم قاع يمشو مور 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 راجل واحد يبانو كاع قوياء. فالصين سقساو عامل قالوا نتوما الصينيين كاع اذكياء، قالوا له لا، قالوا لهم لا حنا ماشي كاع اذكياء، حنا نحطو الذكي ونمشو موراه نبانو كاع اذكياء واقوياء، خاطر ذاك الذكي غادي يمشينا. ها الناس كي تخمم، حنا لا، حنا يحطو واحد ويطيحو عليه تسيب نتايا، تسيب نتايا قريب شا طايحه عليه، هذيك الحماره هذيك، هذاك مخنث، هذاك حزاق، هذاك بو كلبه، تسيبو طايحين الناس، امشي كيف كيف. نقول له امشي كيف كيف اصاحبيها، شو بي الراجع اداها يا ودي، واو الراجع اداها، والراجع تاعي والراجع انتيا يلعب لك قرد ولا
حاجة كبيرة الأسرة ولا أو خدام، بصح خدام يعني بالعكس يلعب بالعكس خدام صحيح يعني ما شاء الله يعني ساعدنا لعب مع ريال بيتيس لعب. أنا نتمنى يكون يويد يكون نصا يكون أساسي يدير كيسمو سياس يخليه كان يكون مع شحكا ولا بصح يعني في الرسميات والكوب دافريك اللي جاية هذا خير شادي رياض شادي خير. وكشف نادي كريستال بالاس في بيان رسمي نشره يوم الجمعة، قلتها لكم في واحد 4 أيام ولا قلت لكم بلي راه رايح لكريستال بالاس باقي يعني هكا شوية توشات صغار ويروح وراح راح. يعني كشف نادي ريال بيتيس في بيان رسمي نشره يوم الجمعة أنه وقع عقد مع شادي رياض يمتد حتى شهر جوان من عام 30 جوان عام 2029 مع السماح له بالمشاركة الدولية مع المنتخب المغربي. وذكر بيان أنه شادي رياض شارك مع المنتخب المغربي الأول في 3 مباريات وكان أول ظهور له أمام سيراليون في جانفي الماضي فيما سجل هدفه الأول أمام الكونغو برازافيل في الوقت السابق يعني هذا السيمانة هذه السيمانة فاتت فيما يعني سجل هدف صعب في وقت سابق من هذا الأسبوع. وكان النجم المغربي شادي رياض الذي يلعب في مركز قلب الدفاع قد وصل إلى نادي ريال بيتيس الموسم الماضي قادما من أكاديمية برشلونة واستغل انتقال البرازيلي فيليبي لويس إلى الدوري السعودي وإصابة مارك باتري ليشارك أساسي مع بيتيس في الموسم الماضي وخاض 30 مباراة كاملة. هم ورقة صح او حامي على روحك او دا او الناس يتلعب او الناس يتبرد يا ابوي او صعبية شو بير بلاي ليست واش راه يدير هادي بلاي لي يلعب في الشامبيون مع بركانات بلاي لي ما عليش راه يلعب بصحيح بلاي لي راه يلعب راه يلعب يا خويا ما عليش الله بصحتهم اخويا انا استخدم خويا لا سيتخدم في غادي يديروا نتاعي لا سيخدموا زادت راجع عدا الشامبيونه فما غاي زاهية كاع غاي زاهية زاهية اي زي هي ولا ما تيم صحه ولا وعزمنا قصره ولا
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتو.